بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم محاضرة أبسط من اللي فاتت إن شاء الله عن المسل تيستينج أوف ذا هيب، أول محاضرة في المسل تيستينج أوف ذا لور لم. عضلات اللي هنشوفها النهاردة طبعا حجمها أكبر بكتير جدا من عضلات الهند. مينلي عشان أبسط لك الأمور كده وتبقى مقبل على الموضوع بسهولة إن شاء الله. الهيب خمس حركات بس: فليكشن إكستنشن، أبدكشن أدكشن، روتيشن سواء إكسترنال أو إنترنال. البروسيجر هي واحدة مع فارق ان انت بتعكس الحركه بس. يبقى خمس حركات في الهيب ان شاء الله. اول حاجه هيب فليكشن. برايمري ماسلز هما مين؟ لي عضلتين، سواس ميجور والياكس. ده عشان اكون دقيق. اي نعم في كتب بتضمهم في اسم واحد بيسموها اليوسواس، وده علميا غير دقيق. اتضح ان كل واحده ليها مواصفات خاصه بيها. يبقى سواس ميجور المسكة في اللامبر سباين لغاية الليسر توركانتر، والإلياكس مسكة في الإليام لغاية الليسر توركانتر. أكسسوري عندنا تسع عضلات: ريكتس فيمورس أرتوريوس بيكتينيس تنسور فاشيالاتا أنتيرو فايبرز أوف جلوتياس ميديس. خلي بالك أنا بحب أول اللقطات دي. الجلوتياس ميديس بالنسبة للهيب بشبهها زي الدلتويد بالنسبة للشولدر. فاكرين الدلتويد كان مستحوذة على الشولدر، بتعمل كل حركات الشولدر ما عدا ايه؟ لا، شولدر جلينو هيومرال ما عدا الادكشن. نفس القصه جلوتياس ميديس بتعمل كل حركات الهيب داخله فيها سواء برايمري او اكسسوري ما عدا الادكشن برضه زي الدلتويد. تمام، فهتلاقي اسمها بيتكرر معانا كتير. عندنا كمان ادكتور لونجس وبريفيس سوبيرو فايبرز اوف ادكتور ماجنس وجراسيلس، كل دول بيساعدوا في الهيب فليكشن. Against gravity position grade 5 و4، الاحسن علميا يكون sitting. طب انا ممكن اعمل supine هيبقى against في اول نص الرينج، لكن انا يهمني الاند رينج فلازم يكون قاعد sitting طبعا عشان اعمل resistance في قرب نهايه الرينج. طبعا هو قاعد ساند عشان يثبت الترنك والبلفس، لازم يسند بايده. شرط اساسي ان الركبه تبقى متنيه. اوريدي انت قاعد short sitting يعني ركبتك flexed. ليه؟ ايه الفرق ان انا اعمل فليكشن وركبتي مفرودة، وايه الفرق ان انا اعمل فليكشن وركبتي متنية؟ الرينج هيبقى في مين اكتر؟ اكيد وركبتي متنية. طب السبب ايه؟ مين اللي ممكن يعاكسني ويخلينيش اكمل الرينج؟ الهامسترينج. يبقى to avoid passive insufficiency of hamstring، ان انت هي لما يحصل فيها stretch من الناحية التانية مش هتخليك تعرف تكمل الرينج على مستوى الهيب، فانت بتريح على مستوى الني عشان تديك فرصه تكمل على مستوى الهيب. طبعا بالتبعيه اكيد اوتوماتيك الابدومينال ماسل هيشتغلوا كاستابلايزر. الريزيستنس لو انت رجعت للاناتومي بتاع سواس ميجور يعتبر مالتي جوينت يعني ماسكه على الخمسه فيرتبري اوف لامبر سباين واصله لغايه الهيب. معنى ذلك ادي الريزيستنس احسن في الميد رينج مش في الاند رينج، يبقى في منتصف الرينج. بص كويس على الصوره دي وقارنها بالصوره اللي هتيجي في جريد 3. طيب العضله دي مش قويه قوي لو انت قارنتها بالجلوتياس ماكسيمس اللي هتيجي الحركه اللي بعدها. جلوتياس ماكسيمس مسؤوله عن الهيب اكستنشن، طبعا دي اقل قوه. فالجلوتياس ماكسيمس كنت بستخدم ريزيستنس، ممكن اديها ريزيستنس وكوعي مفرود ستريت ارم تكنيك وانزل بالبودي ويت عشان هي عضله قويه، لكن دي طبعا مش بنفس القوه، فعادي يبقى الالبو فليكسد مش مشكله. تمام، ده بالنسبه لجريد 5 و4. جريد طبعا الدينامومتر نفس البروسيجر، بوزيشننج ستابلايزيشن ريزيستنس نفس البروسيجر. جريد 3 اكيد لاحظتوا ان الرينج وصل لنهايته، يبقى انا كريزيستنس في الميد رينج، لكن جريد 3 لازم يكمل الرينج طبعا، ممكن يوصل ل 120 درجه. جرافيتي مينيمايزد بوزيشن سايد لاينج، لازم اللور موست لور لمب الرجل التحتانيه تبقى فليكسد علشان يدي ستابيليتي في وضع السايد لاينج. تمام، البلفيس ما يروحش ويجي معانا. وكمان لازم انت تسمح كمان ان هو نايم على جنبه بيعمل هيب فليكشن، لازم ركبته تبقى متنيه برضو من سايد لاينج. طبعا هي مش واضحه في الصوره بس هتبقى واضحه عندك في الفيديو. تمام، الركبه دي مفروض تبقى فليكسد، لان لو مش فليكسد الهامسترنج هتعكس الحركه. يبقى اللاوي النيتو فليكس.
البيشن جريد 1 و 0 من سوباين. هتستغرب يعني انا عملت اجينست من سيتنج مينيمايزد من سايد لاينج وتيجي 1 و 0 بوزيشن ثالث. ما انا قايل لك اول السنه ان 1 و 0 ما بيفرقش معاهم البوزيشن صح, وده مثال صريح اتضح ان السوباين هو احسن بوزيشن العضلات اللي حوالين الاليوسواس تبقى مريحه فتقدر توصل لها بالبالبيشن بسهوله. فالبيشن تبقى نايم سوباين وزي ما انتم شايفين الثيرابيست رافع الهيب في فليكشن, بس هي برضو مهما كان عضلة ديب عشان توصل لها لازم تحدد أمارة أو علامة جنبها اللي هي السارتوريوس. طب أحدد السارتوريوس إزاي؟ دي العضلة اللي بتعمل لي بتخلينا أحط رجل على رجل, هيب فليكشن أبدكشن إكسترنال روتيشن. الحبل ده هي بتقع ميديال للسارتوريوس على طول تمام تحت الإنجواينال ليجامنت. ده السيرفيس أناتومي أوف إلياكس, طبعا هي عضلة ديب والسواس ميجر. ما يعني ما تتخيلش ان عشان هو رسمها كده على البودي بتاع البيشنت ان هي سهل توصل لها. ده السواس دي اناتوميكال تبع البوستيرور ابدومينال وول, بوستيرور ابدومينال وول. خدتوا الابدومينال وول في اناتومي 4 لسه ما خدتوش الترانك. سبستيتيوشنز لسه ذاكر لي السارتوريوس. ما انت اساسا في 9 بيساعدوا في الفليكشن ممكن اي واحده منهم تعوض. فالسارتوريوس لو هو المفروض الفليكشن الصح يبقى بيور في الساجيتال بلين. طب لو طلع البلين منحرف يعني عمل فليكشن ابدكشن اكسترنال كده انت بتعوض بمين؟ بالسارتوريوس طبعا. بالبيشن برضه هتجزم لي مين اللي شغال. الاذر سبستيتيوشن تنسور فاشيالاتا اختصارها تي اف ال. تنسور فاشيالاتا الاكشن بتاعها فليكشن ابدكشن انترنال روتيشن, انترنال بصوره قليله شويه. فطبعا لازم تركز ان الفليكشن اللي يطلع يبقى من غير لا ابدكشن ولا ادكشن ومن غير روتيشن تمام. يبقى لازم يبقى بيور فليكشن. بس خلي بالك لو حصلت التنسور فاشيا لاتا من وضع السوباين انت وانت نايم في سوباين طبيعي رجليك بتتحدف في اكسترنال روتيشن. فالاكسترنال روتيشن اللي هيحصل في السوباين هيغطي على الانترنال روتيشن بتاع التنسور فاشيا لاتا. فطبعا هيبقى واضح ان الحركه داخل فيها ابدكشن, وطبعا البالبيشن برضو هو اللي هيقول لك مين اللي اشتغل تمام. السبستيتيوشن الثالثه انه هو قاعد سيتنج كده اجينست جرافيتي لينينج باكورد هيرجع ظهره لورا اكتر من اللازم. انت بتبقى مرجع سنه او سند على ايدك مش مشكله, بس هو لو رجع ظهره اكتر من اللازم انت كده انهانس اللينث تنشن ريليشن شيب. انت كده زودت اللينث اوف اليوسواس اد ستارت بوزيشن. وزي ما خدته في النيوروفيسيولوجي او ما اعرفش خدته اللينث تنشن ريليشن شيب دي في انهي مقرر, ان لو انا بادئ اعمل كونتراكشن والعضله ستريتشد التنشن بيبقى اسهل واقوى تمام. فطبعا ممنوع ارجع بظهري لورا, لازم يبقى ظهرك ثابت ما تقعدش تحرك ظهرك قدام وورا وتغير مكان الظهر ثابت. ريكتس فيمورس ممكن تعمل فليكشن بس هيبقى كومبايند ويز ني اكستنشن طبعا. يبقى الريكتس دي شغاله على الهيب وعلى الني. لو هتشتغل على الهيب فليكشن اكيد هيبقى داخل معاها كمان ني اكستنشن. هي تو جوينت ماسل, ده الجزء الوحيد اللي في كوادريسبس اللي هو تو جوينت. ريكتس فيمورس هي الجزء الوحيد اللي في كوادريسبس اللي معديه على الهيب والني ات ذا سيم تايم وبتعمل فليكشن في الهيب واكستنشن في الني. طبعا انا في الاليوسواس لازم الاكستنسور بتوع الني ما يشتغلوش. كده كان الهيب فليكشن بمنتهى البساطه. الهيب اكستنشن ركز معايا في ثلاث حالات في المسل تيست اوف هيب اكستنشن زي الشولدر اكستنشن بالظبط. مين البرايمري ماسلز عندنا؟ جلوتياس ماكسيمس والهامسترنج. عشان اكون دقيق هامسترنج, هامسترنج حد عارف ترجمه هامسترنج يعني ايه؟ هام حد عارف يعني هام يعني ايه؟ هام تزعلوا منها بعد كده الهامسترنج دي خنزير للاسف الشديد. المهم الهام دي مكونه اساسا من ثلاث عضلات سيمي تندونوزس سيمي ممبرونوزس والبايسبس فيمورس كلهم معديين على الهيب والني ما عدا الشورت هيد اوف بايسبس فيمورس. يبقى كل الهامسترنج معديه على الهيب ما عدا الشورت هيد دي معديه على الني بس. يبقى دي الصوره دي كاناتومي جوتياس ماكسيمس والسيمي تندينوزس واللونج هيد اوف بايسبس فيمورس. ودي صوره السيمي ممبرنوزس كعضله عميقه شويه تحتهم
accessory muscle في الهيب extension inferior part of adductor magnus والposterior part of gluteus medius. Against gravity position لو أنا بعمل تيست أول حالة لكل الاكستنسور مع بعض البيشنت هينام برون زي الشولدر بالظبط ويعمل هايبر اكستنشن. خلي بالك الجلوتياس ماكسيمس دي أكبر عضلة في جسم الإنسان من حيث الكروس سكشن اريا قوتها كبيرة جدا. دي أنتي جرافتي ماسل دي اللي بتستخدمها وانت طالع السلم وانت عشان تقوم تقف وانت تكون قاعد وتقوم تقف بتشغل الجلوتياس ماكسيمس فدي عضلة قوية جدا بنشغلها في السكواتينج تمام. فطبعا كمسل تيست قال لك العضله دي طالما مقامها كبير كده عشان اقيمها بما يرضي الله يبقى لازم تدي ريزيستنس مور ديستال هتشز على القاعده بتاعه المسل تيست ما اديهاش على الثاي لا اديها جاست اباف الانكل عشان تكبر الليفر ارم وتديها ريزيستنس جامده تستحقها. في الحاله دي اقدر اقول ان هي ايه لو قدرت تعمل هولد يبقى تاخد جريد 5. لازم طبعا تثبت البلفس عشان تمنع اي سبستيتيوشن بالترانك روتيشن وهو بيعمل هايبر اكستنشن ما يلفش بالترانك لازم تكون مثبت الترانك كويس. الرينج هايبر اكستنشن ممكن يوصل ل 20 30 درجه. العضله دي تستخدم فيها الستريت ارم تكنيك يعني ممكن تدي ريزيستنس والالبو اكستندد وتنزل بالبودي ويت مفيش اي مانع طبعا عضله قويه. دي العضله الوحيده اللي في الهيب تستخدم فيها ستريت ارم تكنيك يبقى ده ممكن يجي ام سي كيو في الهيب جوينت بستخدم الستريت ارم تكنيك في انهي عضلات. هنسمع المصطلح ده في الجلوتياس ماكسيمس والكوادريسبس ان شاء الله المره الجايه. الكاف بقى محدش هيقدر عليها. الكاف اساسا السيرابس مش هيقدر يديها ريزيستنس نستخدم البودي ويت. جلوتياس ماكسيمس زي ما قلنا دي لارجست ماسل ان ذا بودي في الكروس سكشن اريا عشان كده لازم الريزيستنس تكون مور ديستال. احيانا لازم هتضطر تدي ريزيستنس على البوستيرور اسبيكت اوف ذا ثاي بالشكل ده بس ده في حاله امتى ده هو ده الاستثناء. لو البيشنت عنده مشكله في ركبته عنده خشونه في الركبه عنده مشكله في اللور ليج عامل بتر في رجليه تمام بس قال لك الكتب المراجع بتقول حتى لو قدر يعمل هولد للماكسيمم في اللوكيشن ده ما تديلوش 5 اديله 4 هو اصل هي حقها تبقى ريزيستنس مور ديستال تمام. فحتى في الوضع ده بيقول ما تديلوش 5. ده الدينامومتر طبعا للاسف عشان هو الديفايس ما احنا قلنا الماسل تيست بيعمل حاجات ممكن الدينامومتر ما يعملهاش ده عشان ديفايس ليها ماسكه معينه ومكان معين والبروسيجر فهتضطر تديها على الثاي مش هتعرف تديها على اللور ليج صعب شويه. بريت 3 بيرفع اجينست جرافيتي وزاوت ريزيستنس اما جريد 2 جرافيتي مينيمايز ده يبقى سايد لاينج والني اكستندد كده بعمل تيست لكل الاكستنسور. جريد 1 و 0 هينام برون يعني رجع للوضع اللي هو كان اجينست يبقى ده برضو مثال تاني بيوضح لك ان جريد 1 مش مرتبطه بالوضع صح انت رجعت الوضع الاجينست عشان تدور على الماسل تعمل لها بالبيشن. طبعا بالبيشن سهل جدا جلوتياس ماكسيمس يا اما تطلب منه يحاول يعمل هايبر اكستنشن او تراي تو سكويز يور باتوكس سبستيتيوشن ممكن تكون بترانك روتيشن. وبنعرض صوره السيرفيس اناتومي بتاع جلوتياس ماكسيمس عشان الناس اللي بتدي حقن غلط في ناس بتخاف يضرب السياتيك فبيضرب ايه الحقنه فوق قوي كده انت بعدت عن الماسل تمام لازم تبقى عارف السيرفيس اناتومي كويس بتاع جلوتياس ماكسيمس حضرتك. طيب تاني حاله في الهيب اكستنشن ماسل تيست تيست تو ايزوليت جلوتياس ماكسيمس. يعني ايه ايزوليت جلوتياس ماكسيمس؟ يعني تبقى ضامن ان معظم الاكشن طالع من مين؟ جلوتياس ماكسيمس. الهامسترنج هتشتغل بس بصوره قليله هو نفس اللي فات كل اللي زودناه التعديل اللي عدلناه فيه ان بتعمل الهايبر اكستنشن في الهيب وانت عامل فليكشن فين؟ في الني يبقى بيعمل اكستنشن في الهيب ويز فليكسد ني. خلي بالنا من الانجليزي ويز فليكسد يعني هي انت بادئ التست وهي فليكسد تمام. انا مش عاوز احفظ يا دكتور اشمعنى يعني اشمعنى انا لما انا تنيت ركبتي كده الهامسترنج قلت والجلوتياس خدت فرصتها. طبق الكلام اللي قلناه في اول السنه قلنا في اول محاضره ذكرناكم بالكونسبت بتاع الاكتيف انسفشنسي. انا لو تنيت ركبتي يعني خليت الهامسترنج شورت على مستوى الني
وكمان بتطلب منها في نفس اللحظه يحصل فيها شورتنينج على مستوى الهب، يبقى انت كده بتعمل فيها ايه؟ بتعجزها، تعمل فيها اكتيف انسفشنسي. طب ما انا عاوز اقللها فعلا، انا عاوز اعجزها عشان ادي فرصه مين اللي اشتغل؟ الجلوتياس ماكسيمس. يبقى عرفنا المبدا بتاع الايزوليشن، لو انا عندي تو جوينت ماسل بتعمل في العضله اللي انت مش عاوزها اكتيف انسفشنسي عشان تدي فرصه للوان جوينت ماسل هي اللي تشتغل. تمام. طيب الناس اللي مش رياضيين زي حالتي كده، ممكن لو انت فعلا هتعمل اكتيف انسفشنسي في الهامسترينج ممكن فعلا يحصل لك كرامب. ما انت بتعجزها، العضله هتبدا تحس بالخطر فتعمل حاجه اسمها جاردنج ماسل سبازم. صوت تقول لك اقف ما تزودش عن كده. ازاي اقلل الريسك بتاع حدوث الكرامب؟ يعني البيشنت جاي لك عشان تكشف عليه او تعالجه كمان توجعه، فطبعا البيشنت هيتضايق. يعني ازاي اقلل الريسك بتاع كرامب؟ بطريقتين، يا اما الزاويه بتاعه الني بدل ما هي كانت 90 لا خليها 70، واعمل هايبر اكستنشن في الهيب وانت محافظ على 70 درجه ني فليكشن. تمام. او الايد اللي بتدي ريزيستنس، لوكيشن اوف ريزيستنس، بدل ما هو على الديستال ثاي من ورا خليها على الميدل. ميدل، امال مين بقى اللي معدي في الميدل هنا تحت في السكه؟ هامسترنج. يبقى دي اللي هتدي ريزيستنس، هتضغط على الهامسترنج. وانت خدت في اول السنه ان انا لو انا بضغط على العضله وهي بتشتغل انت بتعمل لها ايه؟ انهيبيشن. طب ما انا مش عاوزها، انا عاوز اعمل لها انهيبيشن. فانت لما انت تعمل لها انهيبيشن هي خلاص مش هتشتغل بقى، ريحنا. انا عاوز مين؟ انا عاوز الجلوتياس ماكسيمس. تمام. يبقى دول طريقتين تقلل بيهم فرصه حدوث الكرامب في بيشنت بتعمل له ايزوليشن للجلوتياس ماكسيمس. يا اما تقلل الزاويه بتاعه الني تخليها 70، وطبعا انا اكيد هشرح معاكم الرينج اوف موشن ان شاء الله بالتفصيل. كلمه 70 فليكشن، 70 فليكشن ببدا الزيرو من الاكستنشن واعد 70، دي معنى كلمه 70 فليكشن. هي كلمه 70 بناء على الزيرو بتاعك بادئ من مين؟ ايه هو الزيرو؟ الزيرو بتاعنا في اي رينج اوف موشن. في واحده بعتت لي على التيم فعلا بتسالني في النقطه دي، وهي عملت سيرش على النت وعرفت المعلومه لوحدها. ف كلمه زيرو في الرينج اوف موشن هي الاناتوميكال بوزيشن. انا واقف كده اناتوميكال، هو ده الزيرو. انت لو بصيت على ركبتك الوضع ده الزيرو بتاعي هو ايه؟ اكستنشن. يبقى احنا بنعد ال70 منين؟ من الاكستنشن. لكن ما تعدليش ال70 من الفول فليكشن. فهمنا؟ يبقى عشان نبقى موحدين كده اللغه اللي احنا بنتكلم بيها. تمام. تتوقع بقى سؤال كده عرض رمضاني بقى، اللي هيجاوبه كده ويطلع على مدرج ويمسك الاثنين مايك بس يقول منتهى الثقة هياخد 5 درجات. بيقولوا ان الوضع ده، التست ده بالوضع ده، الرينج اوف موشن بتاع الهيب اكستنشن فيه هيكون اقل من الصورة اللي فاتت لما كنت بتعملهم كلهم مع بعض. ليه؟ اللي يعرف السبب بيطلع يمسك المايك. ماشي، هي رفعت الاول، معلش ما تقلقش، تعال لاش مش متحيز. امسكي وواجهي زمايلك. ليه الرينج اوف موشن في حالات الدرمان؟ هو المفروض تبقى في حاله، المفروض تبقى في حاله الاكستنشن، مش حاله ايه؟ اكستنشن، تبقى اكستندد. لو الركبة اكستندد يبقى الرينج اقل ولا اكتر؟ لا يبقى اقل، عشان لما بعمل بتاع الهيب جوينت. لا هو الرينج بتاع الهيب جوينت هيبقى كبير، علشان لما بعمل اكستنشن هيحصل استريتش في الكوادريسبس المصل. يعني لحظة، وانا بعمل هايبر اكستنشن في الهيب من الوضع ده اجيب رينج اكتر هنا ولا لما كانت ركبتي اكستندد؟ لا لما كانت اكستندد اكستندد اكتر. مظبوط. طب هنا ليه اقل هنا؟ عشان قلت كوادريسبس. كوادريسبس هو لما بعمل اكستنشن الكوادريسبس بيحصل لها استريتش. كل الكوادريسبس؟ لا الريكتس فيمنس بس. الريكتس الجزء الوحيد اللي معدي على الهيب والنيه هو الريكتس. يبقى انا لو انا بعمل هايبر اكستنشن وانا ثاني ركبتي كده بعمل استريتش على اللي معدي الناحيه الثانيه اللي هو مين؟ الريكتس فيمورس. بعمل فيها باسيف انفكشنز، فبتعاكس الرينج اوف موشن على مستوى الهيب. ممتاز، الاجابه صحيحه. اسمك ايه؟ ناديه. ناديه ناديه ممتاز. جبريل. تمام. اي دي 5 1 9 1 1 7 4 7 4. واحد تسعة. شكرا، بنشكرها شكرا جزيلا.
بالراحة شوية، بصوش لبعض في الدرجات. ربنا يستر عليها النهاردة. العروض جاية إن شاء الله ما تقلقوش. يبقى طبيعي الرينج اوف موشن في الوضع ده هيكون أقل من اللي فات. في بعض الكتب بتحبكها شوية في الماسل تيست بتاع جوتياس ماكسمس، اعرفها. بيقول لك ممكن اعملها كمان، ازود اكسترنال روتيشن وابداكشن بحكم ان الجلوتياس ماكسيمس بتعمل الحاجات دي كمان. بس طبعا لا، انا بكتفي بالهايبر اكستنشن ويز فليكسد ني. طبعا جريد 3 من غير ريزيستنس، توقع ان طالما الثلاثه كون ان هو وصل لثلاثه جلوتياس ماكسيمس، ممكن كمان تكون الهامسترينج ثلاثه او اقل، صح؟ واكيد الضعف ممكن ما يكونش في حته واحده، وبالتالي هو ممكن ما يقدرش يحافظ على وضع ركبته ايه فليكسد. فانت كثيرابيست لازم انت سبورت التست بوزيشن الني في فليكشن كسبورت، تحافظ مينتين التست بوزيشن. جريد 2 سايد لاينج، بس هتبقى الني فليكسد زي ما انتم شايفين. اللقطه دي متاخده من الفيديو، اوضح لان الرسمه اللي في الكتاب مش مبينه الفليكشن اللي في الني عشان سايد لاينج. الحالة الثالثة والأخيرة في الهيب اكستنشن ماسل تيست، لو أنا بعمل تيست الاكستنسور في بيشنت عنده كونتراكشر في الهيب فليكسوس، كونتراكشر يعني كونتراكشر بالبلدي بنسميها تايتنس أو ماسل شورتنينج، تايتنس عشان تبقى واصلة لك، يعني العضلة ما فيهاش مرونة قوي. يبقى لو أنا عندي تايتنس في الفليكسوس اليوسوس، أكيد مش هعرف أكمل الرينج بتاع الهيب اكستنشن، وبالتالي انت هتعمل موديفيكيشن في البوزيشن بتاع التست. البوزيشن ده يونيك، مش هتلاقيه تاني في اي ماسل عندك في المنهج غير في اللقطه دي. بسميه لا هو ستاندنج ولا هو برون، بسميه هاف برون او هاف ستاندنج. البيشن بيبقى واقف على الارض بس منيم الابر ترانك بتاعه على البلينث، بيبقى حاضن البلينث عشان يثبت الترانك بتاعه كويس، بيبقى الانتيرو سوبيريو اليك سباين على حافه البلينث بالشكل ده. الرجل اللي مش بعمل لها تيست بتبقى على الارض، والني بتاعتها سيمي فليكسد عشان تدي لي فرصه ابدا التيست، ورجلي اللي انا هعمل لها تيست تكون لمسه الارض في البدايه. طبعا في الوضع ده الثيرابيست بالعافيه يا دوبك يحط الريزيستنس على البوستيرور اسبيكت اوف ذا ثاي. انت اكيد مش هتقدر توصل هنا، هتوطي هتاذي ظهرك طبعا. في الحاله دي انا بعمل، لو انا بعمل التيست وركبتي مفروده، انا كده بعمل تيست لكل اكستنسور في حاله بيشنت عنده هيب فليكشن كونتراكشن. هوضحها لك اهو. يبقى لو انا بعمل بالشكل ده تيست وركبتي مفروده، يبقى نفس الكلام اللي قلناه من شويه بينطبق على ده. بعمل تيست لكل اكستنسور في حاله بيشنت عنده هيب فليكشن كونتراكشن. لو انا بعمل وركبتي متنيه فليكسد، يبقى بعمل isolation الجلوتياس ماكسيمس في حاله بيشنت عنده هيب فليكشن كونتراكشن. خلي بالك انت انا مثلا تخصصي علاج طبيعي اطفال، اكتر حالات بنشوفها سيريبرال بولسي، وبرضه في حالات الاعصاب موست كومون قوي تلاقي مريض فعلا يكون عنده الاثنين في وقت واحد، هيب فليكشن كونتراكشن كومبايند ويز هيب اكستنسور ويكنس. فانت بتحتاج فعلا تقويها من الوضع ده. لو جيت تقويها من برون مش هتعرف، تمام؟ مش هتعرف تكمل الرينج. هل بعمله في البيشنت بس اللي هو عنده فليكشن كونتراكشن؟ لا طبعا، ممكن يكون واحد مش عارف ينام برون. في الصورتين اللي فاتوا كان وضع برون، في ناس عندها مشكله في الريسبيراتوري في كاردياك عارفش ينام برون. فطبعا نومه في وضع هاف برون بيبقى اقل وطئه من البرون دايركت. بتسالني طب انا عملت ايه لما هو بدات التست والاذر هيب فليكسد؟ انت عملتي كده ايه؟ هو مين اللي فيها تايتنس؟ اليوسوس. لما انت عمل فليكشن في الهيب الثاني اللي انا مش بعمل له تيست، انت كده عن طريق الفليكشن في الهيب الثاني ده انا لفيت البلفس. البلفس لف في ايه؟ في بوستيرو بلفيك تلت. فانت ريحت الاليوسوس. ريحتها يعني ايه؟ يعني ما خليتهاش ستريتشد. ما لسه قايل سيكشن A2 الصبح كلمة أريح العضلة، لازم تبص في السياق. أريحها من كونتراكشن ولا أريحها من ستريتش؟ نفس الكلام برضو مشابه لها كلمة تنشن. تنشن في الستريتش مشدودة ولا تنشن كونتراكشن؟ لازم تحط الكلمة في سياقها. فأنت لما أنت عملتي فليكشن في الهيب التاني، أنت لفيت البلفس،
فاليوسوس اللي هي اساسا قصيره، ما هي قصيره اقل شده بتشدها، فانت ريحتي العضله المشدوده، فانت لما ريحتيها اديتي فرصه يحصل هايبر اكستنشن في الرينج. واضح؟ عشان تسمح بالرينج بتاع الاكستنشن. وصلت؟ طبعا المفاهيم دي هتلاقوا الكلام ده برضو مشابه لما نيجي ناخد الماسل لينث تيستينج ان شاء الله في محاضرة ممكن يكون بعد اللي جاي ان شاء الله، يعني دوبك انا ممكن ادي بعد العيد. ما لا خلي بالكم ابتداء من الاسبوع الجاي مش هنمشي بنفس السيكونس بتاع الكتاب، همشي بسيكونس اولويات. خلص لور لين بما عدا التوز، بعد كده هتلاقوني ماشي بالاولويات لان ما نعرفش الظروف ايه اللي هيحصل ان شاء الله. طيب الجريد 2 برضو هتبقى من سايد لاينج. وكده خلصنا الثلاثه تيست بتاع الهيب اكستنشن. يبقى في ثلاث صور بتعمل لهم كلهم مع بعض، تعمل ايزوليشن جوتيس ماكسيمس او تعمل الصورتين دول في حاله بيشنت عنده هيب فليكشن كونتراكشن. في صوره رابعه موجوده في بعض المراجع اسمها سوباين هيب اكستنشن تيست، هو شبيه بالبريدجنج اكسرسايز، هو سوباين بيرفع وسطه، بعمل تيست الاكستنسور وليه كرايتيريا معينه وشكل معين وفيديوهاته موجوده في الويب سايت بتاع التكست بوك اللي معاكم. ده ما ينفعش ملوش جريد 1، وكمان ما ينفعش استخدمه في بيشنت عنده هيب فليكشن كونتراكشر. واضح؟ ده الدينامومتر في حاله الهيب فليكشن كونتراكشر. وبكده الحمد لله خلصنا هيب فليكشن وهيب اكستنشن. نركز بقى في الهيب ابدكشن. هيب ابدكشن برايمري مصل عندنا جلوتياس ميدياس ومينيمس وميدياس اكتر، وده الاناتومي بتاعها. عندنا سبعة اكسسوري، سبعة ما شاء الله. ابر جلوتياس ماكسيمس، تنسور فاشيا لاتا، اوبتيوريتور انترنس، جيميلا سوبيرو انفيرور، بايريفورمس سارتوريس. السبعة كلهم بيعملوا ابدكشن بس من فليكسد بوزيشن. يبقى السبعة امتى يشتغلوا ابدكشن؟ لو في فليكسد هيب، تمام. لكن جلوتياس ميدياس ومينيمس ما يفرقش معاهم الفليكشن او اكستنشن، يبقى بيعملوا ابدكشن سواء الهيب اكستندد فليكسد هايبر اكستندد، يبقى ما يفرقش معاهم. يبقى بالعقل كده لو انا عاوز اعمل تيست للميدياس يبقى البوزيشن بتاع الهيب ايه، فليكسد ولا اكستندد؟ اكستندد طبعا، او حتى هايبر اكستندد، تمام. يبقى لازم تخلي بالك من النقطه دي عشان استبعد مساعده العصابه دي. الرينج اوف موشن في الابدكشن في الوضع ده ممكن يوصل ل 45. التيست ده بيفكرني احسن واحد اتعلمت على ايده التيست ده، وطبعا ممكن تستغله برضو كسترينثنينج اكسرسايز للهيب ابدكتورز جلوتياس ميدياس. اكيد خدتوها مع دكتوره هبه طبعا في ريزيست اكسرسايز، صح؟ البيشنت بينام سايد لاينج. يعني اذكره بالخير دكتور مجدي عرفه، استاذ العلاج الطبيعي للاعصاب جامعه القاهره، والمعلومه دي حتى ما لقطتهاش في سنه ثانيه او حتى ثالثه عظام او حتى رابعه كان اعصاب واطفال ايامها. لا ده انا خدتها في الراوند كان اسمه البورد، ده كان راوند في الصيف بعد اعصاب في القصر العيني على بيشنت، كان بيشنت عنده ستروك، نايم البيشنت سايد لاينج، وراني تيبيكال كده ازاي تقوي عضله الجلوتياس ميدياس، ومن ساعتها مش ناسيها. يعني شوف انا بضرب لك مثال ليه، ان حضرتك ممكن المعلومه تفوتك وانت دلوقتي في تانية، وتيجي في ثالثه ما تكونش مركز قاعد ماسك الموبايل مثلا، تمام. تيجي في رابعه برضو او خمسه تكون مش مركز، امتياز، تيجي على بيشن مش مركز، طب هتاخدها امتى؟ تمام. عشان كده الناس ما تزعلش من التكرار، تمام. لو انت لقيتني بكرر معلومة خدتها انت قبل كده فاحمد ربنا واشكره، لان في واحد زميلك تاني كان نايم ساعتها او ممكن يكون كان حصل له ظرف، تمام. فتكرار المعلومة بكذا اسلوب، خلي بالك في فرق ان انا اكررها بنفس الاسلوب بتبقى حاجة رخمة بصراحة، لكن لو انا بكرر المعلومة باساليب مختلفة دي حاجة رائعة جدا في تثبيت المعلومة. يعني لما انا اجي احضر لك ماسل تيست وارى التيست من كذا تكست بوك، لا اقدر اشرح لك في المدرج باذن الله وانا واثق من الكلمه اللي انا بقولها، لكن لو انا معتمد على كتاب واحد هبقى مهزوز وانا بشرح، تمام. فما تزعلش من التكرار. نرجع تاني،
ليه شرحت القصة دي؟ عشان أبين لك خطورة الاستابلايزيشن أثناء التست ده. الستارت بوزيشن بتاع البيشنت بيبقى نايم سايد لاينج، تيبيكال سايد لاينج على سيفه زي ما بيقولوا. لو بصيت عليه كده، أنا غالبا في الكتاب بعرض لك صورة الاند بوزيشن بس، ما بعرضش الستارت ألا في الضرورة القصوى، لو لقطة مهمة زي دي عاوز أعرضها. فالستارت بوزيشن في حالة هيب أبدكشن مسل تيستينج سايد لاينج، الشولدر والهيب والني والأنكل على خط واحد، تمام؟ أبقى نايم على جنبه وهعمل تيست للرجل فوقانية يعمل أبدكشن. طبعا الرجل التحتانية يستحسن تبقى فليكسد عشان تديله ستابيليتي في السايد لاينج بوزيشن، البلفيس ما يروحش ويجي. لازم حضرتك تثبت البلفيس كويس جدا، ما يغركش ان هي يعني ايه مش مركزه هنا، لا ده انت هتبذل مجهود كبير جدا. وهو ده اللي انا شفته فعلا على البيشنت اللي كان في القصر العين. البيشنت فعلا لو عنده ترو ويكنس اوف جلوتياس ميدياس ففعلا هيعمل لك سبستيتيوشن، بدل ما هو نايم سايد لاينج لا هيعمل كده، هيرجع البلفيس الجزء الفوقاني من البلفيس لورا بحيث يضحك عليك ويعمل في ايه في الهيب فليكشن. يبقى انا لو رجعت البلفيس بتاعي لورا كاني عملت ايه في الهيب فليكشن. طب هو ليه عاوز يعمل فليكشن؟ عشان يدي فرصة للعصابة اللي مكونة من 7 افراد ان هم يساعدوا. فهمتوا ليه؟ هو طبعا هو بيعملها لا اراديا بالفطرة. يبقى انت دورك بريفنت الفليكشن اثناء ده. طب بريفنت ازاي؟ دي بقى هشغل لك فيها الفيديو عشان تبص كويس ازاي اقدر امنع الفليكشن في الهيب. طبعا العضلة دي زي جلوتياس ماكسيمس، لازم ادي الريزيستنس مور ديستال. هي في الاصل ان هي قويه، مع العلم ان هي عند معظم الناس ممكن تكون ضعيفه نتيجه ان هم الان اكتيفيتي سيدنتري لايف ما فيش رياضه، لكن هي في الاصل المفروض قويه. عشان كده الريزيستنس لازم تكون مور ديستال. لو انت مضطر في مشكله في الركبه اديها على الثاي، بس برضو لازم تثبت البلفس. ده الدينامومتر في حاله الجلوتياس ميدياس، ودي جريد 3. جريد 2 جرافيتي مينيمايزد من سوباين بوزيشن، سوباين وهيعمل ابدكشن. طيب ايه دور ايد الثيرابست الديستال دي؟ تو ديكريز الفريكشن، عشان الفريكشن بين كعب رجليه وهو بيتحرك على السرير وبين السرير يبقى اقل ما يمكن. ما دي من مواصفات جريد 2. طب افرض السرير اساسا كان سموث سيرفيس، يبقى مش هحتاج ايديا دي. يبقى لو هو سموث خلاص. محتاج استابلايزيشن؟ لا مش محتاج. البودي ويت مثبت لي الدنيا كويس، رجله الثانيه تقيله مثبته بالفيس مكانه، مش هحتاج اي استابلايزيشن. شرط اساسي في الجريد، في جريد 2 جلوتياس ميدياس، لازم تمنع الاكسترنال روتيشن في الوضع ده. خلي بالك انت اساسا اوتوماتيك لو انت نايم سوباين رجليك بتحدف في ايه؟ في اكسترنال بجرافيتي. لو حدفت في اكسترنال هتدي فرصه سبستيتيوشن ثانيه ممكن تحصل عن طريق الهيب فليكسور. لو انا بعمل ابدكشن ويز اكسترنال روتيشن كده اللاين اوف بول هيخلي اليوسوس او السوس بالاخص والسارتوريوس يساعده زي ما هنقول بعد شويه. يبقى امنع برضه الاكسترنال روتيشن. يبقى الابدكشن ممنوع تعمله ويز فليكشن او اكسترنال روتيشن لو انا هدفي اركز على الجلوتياس ميدياس ومينيمس. ممنوع فليكشن وممنوع اكسترنال روتيشن. طيب ازاي اخد بالي من الروتيشن؟ بص على وضع الباتيلا، الباتيلا الصابونه دي بنسميها ني كاب، لازم دايما تبقى موجهه ناحيه السقف. ما تحكمش بوضع الفوت. خلي بالك احنا واقفين رجلينا الفوت باصه لبره، اكسترنال تيبيال تورشن. لا ما هو عنده تورشن في التيبيا، لا انت الروتيشن في الهيب تحكم بوضع الباتيلا. الباتيلا تبقى باصه لفوق كده نيوترال روتيشن، لو بصت لبره اكسترنال، لو بصت لجوه انترنال. يبقى تحكم بمين؟ بالباتيلا. ده بالنسبه لجريد 2. جريد 1 و0 بالبيشن هي بروكسيمال جريتر تروكانتر جلوتياس ميدياس. طب فين الجريتر تروكانتر اللي لسه ما يعرفوش؟ دي بوني لاند مارك شهيره هنستخدمها حتى في بقيه المنهج ان شاء الله. هي لو انت مش حاسه عاوز تحسه لاول مره اعمل فليكشن وادكشن عشان بس تعرف مكان الجريتر تروكانتر. يبقى فليكشن وادكشن في الهيب هو هنا بالظبط. هي بقى جاست بروكسيمال لمين؟ للجريتر تروكانتر بالوضع ده. هي خلي بالك هي عضله ديب، يعني مش هتقدر توصل لها قوي، بس اعرف مكانها. وهي دي اللقطه بتاعتها كسيرفيس اناتومي جلوتياس ميدياس. لقطه رائعه مكونه حتى من انتيرو فايبرز وبوستيرو فايبرز.
سبستيتيوشن. عندنا ثلاث انواع من سبستيتيوشن ممكن يحصلوا في الهيب ابدكشن. هيب هايكنج، يعني ايه هيب هايكنج؟ ليها مرادف تاني بسميها بيلفيك اليفيشن، يعني برفع البلفس. يبقى شايفين برفع البلفس، رجلي مفروده، هو ده اللي حصل. دي مستكو العضله اللي بتعمل الحركه دي اسمها كوادريتاس لامبورم والابدومنال اوبليك، وهناخد الحركه دي في الترانك ماسل تيستينج ان شاء الله. والاوبليك بتوع الابدومنال اكتر حتى من كوادريتاس لامبورم. طبعا هو كده عوض ليه؟ لان انت حضرتك مش مثبت البلفس كويس. انت لو مثبت البلفس كويس مستحيل دي تحصل، صح؟ هو كده حرك البلفس فتهيأ لك انه عامل ابدكشن، يبقى لازم تثبت كويس. طيب اثر سبستيتيوشن لسه قايلينها، لو انا بعمل ابدكشن وانا لافف الهيب في اكسترنال روتيشن كده هتدي فرصه للفليكسورز خاصه سواس ميجور وسارتوريوس يساعدوا. اثر سبستيتيوشن تنسور فاشيالاتا، ما هي التنسور فاشيالاتا واحده من السبعه، واحده من العصابه بس هي اشهرهم، بتعمل ابدكشن ويز فليكشن كده التنسور هتشتغل. بس خلي بالك هي ممكن تشتغل في حالتين، يعني لو عملت ابدكشن من فليكشن، او ممكن تكون انت بادئ الابدكشن صح بس اثناء وانت بتعمل الابدكشن تحدث في ايه؟ في فليكشن. يبقى اوعى تسمح بالفليكشن سواء في بدايه التست او اثناء التست، يبقى ما تسمحش للهيب فليكشن انه يروح في فليكشن سواء في بدايه التست او اثناء التست، عشان تتجنب السبستيتيوشن بتاعت مين؟ التنسور فاشيالاتا والسته التانيين اللي معاها. ده بالنسبه للسبستيتيوشن. الفيديو بتاع الهيب ابدكشن، نركز في الفيديو عشان الناس تفتكر في حاجه اسمها فيديوهات. The gravity resisted test for hip abduction is conducted with the patient's sideline with the test limb uppermost. The limb should be slightly extended beyond midline with the pelvis rotated slightly. شوف كمان عشان تتجنب الشبهه بتاعت الفليكشن مش حاطاه كمان في اكستنشن نيوترال، ده عامله هايبر اكستنشن، زق البلفس لقدام وايديها الديستال، ايديها الديستال بتشد رجليه لورا العكس، يبقى ايديك عكس بعض عشان تحافظ على الهايبر اكستنشن. The patient abducts their hip through the complete available range without flexing or rotating it in either direction. Resistance is given in a straight downward direction at either the knee or at the ankle if a longer leaper arm is desired. Lift your leg up in the air. Hold it. Don't let me push it down. بعد ما يرفع أدي resistance. ده بالنسبه لاجينست جرافيتي. The gravity minimized test for hip abduction is performed supine. The therapist supports the test limb just enough to decrease friction. This hand offers no resistance, nor should it be used to offer assistance to the movement. The patient abducts the hip through the available range. بتقول لك ايه؟ ايدك اللي شايله الكعبه من تحت دي عشان تقلل فريكشن، لا تدي ريزيستنس ولا تدي اسيستنس. لو حد قال اسيستنس في ماسل تيست يعني كارثه، في كلام كده يعني بيودي في ده، يبقى ممنوع الاسيستنس في ماسل تيست. يبقى ايديها اللي شايله كعبه من تحت عشان تقلل الفريكشن، يقول لك لا تدي ريزيستنس ولا اسيستنس. وخلي بالك كمان من الرفعه، هي رفعها من على السرير بس ما تحتكش، بس ما تزودش الرفعه قوي، لان انت لو رفعت قوي هتزود الفليكشن، ولو زودت الفليكشن هتدي فرصة مين يساعد؟ السبعة الباقيين. يبقى ايديها بتتحرك مع رجله، لا تمنع ولا تساعد.
وبكده كان ده الفيديو بتاع جولتياس ميديس. بعد كده عندنا حالة من الابدكشن هي ابدكشن ويز فليكسد هيب. طبعا هو السبعة اللي قلناهم بيعملوها واشهرهم التنسور فاشيالاتا. التنسور فاشيالاتا سبحان الله عضلة صغيرة جدا، المفروض كانت تعتبر وان جوينت بس تطلع لها واسطة كبيرة ماسكة فيها، فالواسطة دي خلتها تعدي كمان بعد النية، ليها واسطة. فكده بدأنا نعتبرها ايه؟ تو جوينت ماسل مش وان جوينت. اكسسوري ماسل عندنا برضو الميدياس ومينيماس. ما انت قلت لي الميدياس ومينيماس بيعملوا ابدكشن من اي وضع مش فارق معه، والباي ريفورمس واحدة من السبعة برضو بالاخص، وطبعا بقيت السبعة بيساعدوا. ستارتنج بوزيشن سايد لاينج، بس هتبدأ ويز فليكسد هيب. يبقى رجلية اللي هعملها تيست هي الرجل الفوقانية وفيها 45 درجة فليكشن، يعني جاية قدام الرجل التانية، وهعمل ابدكشن من الوضع ده بالشكل ده. طبعا اللقطة دي متاخدة برضو من الفيديو عشان الصورة اللي في الكتاب مش واضح فيها من سايد لاينج ان هو عامل فليكشن في الهيب، فطبعا ببين لك ان الفيديو ساعات بيكون اوضح، بس خلي بالك برضو احيانا بتبقى في غلطات بسيطة في الصور، غلطات في الفيديوز، كلنا بنغلط، حتى اللي مؤلف التكست بوكس بيغلطوا برضو. فلازم انت اي معلومة حضرتك بتستقبلها تعرضها على عقلك الاول، اي معلومة حتى انا بقولها ليك لازم تكون انت مقتنع بيها. فعلشان كده اي حاجة عندك فيه اخطاء كده خلونا نعمل مسابقة حلوة، اللي هيطلع لي خمس اخطاء في الصور اللي في الكتاب هديله 10 درجات. لازم هتلاقوا اخطاء على فكرة. تتكلم في ايه ده؟ انت بتعمل تيست لكل عضلات الجسم، ده كتب الاناتومي نفسهم بيغلطوا في فاريشنز في الاناتومي، في الاكشنز، في النيرف سبلاي. ده في كتاب كيندال بتاع المسل تيست عامل جدول بيلخص النيرف سبلاي بتاع العضلات، وبيعرض فيه العضلة ليها نيرف سبلاي في السورس التكست بوك الفلاني كذا والتكست بوك الفلاني كذا، يعني في اختلافات حتى في النيرف سبلاي في الكتب المختلفة. فما تستبعدش تقول ده خطأ او مش خطأ، لا هو بيبقى في اختلاف في التشريح تمام، والبايوميكانيكس والابحاث فبناء عليه بيختلف. فاللي يطلع خمس اخطاء في الصور كتاب ليه 10 درجات ان شاء الله تمام. ده هتلاقي على فكرة في صور كتير عندنا فيها اخطاء، وانا بشرح قبل كده بقولتها، وانا ما انا بصحح الاخطاء دي وانا بشرح، اللي مركز معايا هو اللي هيلقطها. رينج اوف موشن من الوضع ده ممكن يوصل ل 30 درجه ابدكشن. ايتو انا عاوز اعمل ابدكشن فروم فليكسد بوزيشن، الاحسن ارفع له رجله ولا ارفع له ظهره؟ ارفع له ظهره. ما انا عاوز اعمل ابدكشن من 45 درجه هيب فليكشن، المفروض الزاويه بين الترانك والفيمر 45 مفروض هو سند على ايده. الوضع ده بسميه لونج سيتنج. لونج سيتنج يعني حضرتك قاعد وركبتك مفرودة، هي دي اللقطة الوحيدة اللي في المنهج عندنا اللي انت بتعمل فيها ماسل تيست من لونج سيتنج. اي سيتنج تاني شفته في المنهج كان اسمه شورت سيتنج، يعني انت زي ما انتوا قاعدين كده قاعد والني فليكسد. طبعا برضو ايدك الديستال دورها تو ديكريز فريكشن، لو ما فيش داعي خلاص بتشيل ايدك، دي بتعمل بالبيشن للتنسور فاشيالات. لو مش عاوز يسند على ايده ممكن تحط له ويدج ورا ظهره يسند عليه مش مشكله، مهم تبقى الزاويه 45. بالبيشن اوف تنسور فاشيالات يا اما تحسها عند العضله نفسها بروكسيمال انترولاترال اسبيكت اوف ذا ثاي، او اللاترال اسبيكت بتاع الانسيرشن اللاترال اسبيكت اوف ذا ني عند الانسيرشن اوف اليوتيبيال تراكت او اليوتيبيال باند زي ما بيسموه. سبستيتيوشن نفس الكلام، ما هو لو لف رجليه في اكسترنال روتيشن وهو بيعمل ابدكشن كده سبستيتيوت بايه؟ بالهيب فليكسورز تمام، فانت برضو يعمل ابدكشن وزاويت اكسترنال روتيشن. كندال، حد سمع كلمه كندال دي قبل كده؟ كان ايه اتكلم في انهي تيست؟ فين في الاسكابولا؟ رومبويد. يبقى كندال كان قال لنا على الترنيت بوزيشن في رومبويد، هنا برضو كندال بيقول لنا في الترنيت تيست التي اف ال اللي هي تنسور فاشيالاتا. دانيال اللي احنا ماشيين عليه قال لك انا بعمل ابدكشن فروم فليكس بوزيشن من سايد لاينج، لا كندال قال لك انا هعمل من سوباين هعمل فليكشن فروم ابدكتد بوزيشن. ما هما هو حط الفليكشن مع الابدكشن، الاولاني اللي احنا ماشيين عليه قال لك انا هعمل ابدكشن من فليكشن، كندال قال لك انا هعمل فليكشن من ابدكشن. لا ما تستغربوش، ما هم
هو ليه عمل كده؟ بناء على دراسات بالاي ام جي بتثبت ان شغل العضله في الحركه دي بيبقى اكتر. ما انت عاوز تحطها في تيست تخلي العضله تشتغل اكتر ما يمكن، فبتفرق على فكره. طبعا في برضو هنا برضو لازم بريفنت الانترنال روتيشن اوف ذا هيب. سيرفيس اناتومي اوف تنسور فاشيالاتا والاليوتيبيال تراكت. فيديو beginning with the patient in a sideline position, assess their available range of motion with their hip flexed to about 30 degrees. Stabilize the ipsilateral pelvis and palpate the TFL muscle just anterior to the greater trunk. Apply resistance over the lateral distal aspects of the thigh in the direction of hip adduction. The graphy eliminated version has a patient in long sitting with their hips flexed to about 45 degrees. Stabilization and palpation remain the same. تمام كده الحمد لله خلصنا الابدكشن. عندنا بعد كده الادكشن. هيب ادكشن برايمري ماسل خمسه، ادكتور جروب خمسه، ماجنس ادكتور ماجنس بريفيس جراسيليس بكتينيس ولونجس. هنا عندنا الاناتومي بتاع ماجنس وبريفيس وجراسيليس في اللقطه دي. الادكتور ماجنس بتبقى اكتف اكتر في الويت بيرنج بوزيشن. عندنا كمان ده الاناتومي بتاع البكتينيس والادكتور لونجس. عرفنا البكتينيس مكانها فين؟ بكتينيس. تمام؟ لان في ناس بتيجي تساله على البكتينيس ما يعرفش هي بتقع في انهي منطقه في جسم الانسان. هنا البكتينيس اهي. اكسسوري ماسل عندنا اوبتيوريتور اكسترنس ولور بارت اوف جلوتياس ماكسيمس. لو لاحظت برضو يعني هي الماكسيمس اقل من الميدياس؟ لا طبعا. الماكسيمس داخله في كل حركات الهيب سواء برايمري او اكسسوري ما عدا حركه واحده اللي هي الهيب فليكشن. يبقى ماكسيمس داخله في كله ما عدا الفليكشن، ما هي البرايمري اكستنسور صح. الميدياس داخله في كله ما عدا ادكشن، ما هي برايمري ابدكتور كده مش هننساها صح. يعني ما تستغربش العضله دي الجزء الفوقاني بتاعها الجزء التحتاني سوري بتاع lower part of gluteus maximus بيعمل adduction، وسبحان الله الجزء الفوقاني بتاعها بيعمل abduction. ما تستغربش ما انت خدت upper trapezius و lower trapezius anterior deltoid و posterior deltoid، يبقى نفس العضلة شوف انهي جزء فيها اللي بيشتغل. starting position للهيب adduction side lying برضو انا عاوزه يعمل adduction beyond midline، يعني يضم رجله كده. يبقى هيشغل رجليه الفوقانية ولا التحتانية؟ التحتانية. يبقى انا كده دلوقتي هشغل اللور موست ليج من سايد لاينج بوزيشن. في الابدكشن كنا بنشغل الفوقانية الابر موست. تمام؟ طب انت رافع دي ليه؟ يبقى انا رافع الفوقانية في ابدكشن عشان توسع الطريق، توسع السكة لمين؟ التحتانية وهي بتعمل ادكشن. يبقى الستارت بوزيشن حتى لازم تفضل رافعها طول التيست. الرجل اللي انا مش بعمل لها تيست نون تيستد ليج تكون رافعها في 25 درجه ابدكشن عشان توسع الطريق للرجل التحتانيه. رينج ممكن يوصل بيوند زيرو ل 15 ل 30 درجه ابدكشن. لو انت مش عاوز تشيلها للرجل الفوقانيه اللي انت مش هتعمل لها تيست ممكن تحطها تسندها على ستول، بس بشرط يكون الستول ده من تحت فاضي بحيث يسمح بحركة ايه؟ الرجل التحتانية. طب واحد بيقول لي انا عندي ايدتين اتنين بس، ايد شايلة الرجل اللي مش هعملها تيست والايد التانية هتدي الريزيستنس اهي، يبقى ايد شايلة وايد بتدي الريزيستنس. طب هثبته ازاي وخصوصا ان هو نايم سايد لاينج؟ سايد لاينج يعني هروح ويجي معايا. في حل من ثلاثة، يا تطلب من البيشنت نفسه تشغله معاك بقى بايده ايه يمسك البلنس كده ويثبت الابر بودي بتاعه عشان يثبت البلفز بطريقه غير مباشره، او اسيستنت بتاعك يثبت، او لو عندك الاستول اللي انا قلت لك عليه يرفع الرجل الفوقانيه على
الستول بحيث ايد عندك تبقى متفرغه للريزيستنس والايد الثانيه ايه ستابلايز بالشكل ده. انت في ثلاثه مش محتاجه ريزيستنس فايد شايله وايد ستابلايز. جريد 2 جريد 2 سوباين زي الابدكشن وزي شبه التنسور فاشيا لاتا. فحضرتك هيبقى سوباين وايدك دي برضو ديستال تو بريفنت او ديكريز الفريكشن بين الرجل والتستنج سيرفيس. مش محتاج استابلايزيشن وزن الرجل التانية مثبت كويس. اهم حاجة برضو الادكشن يحصل ويزاوت روتيشن. البالبيشن بيبقى في الميديال اسبكت اوف ذا ثاي وهوضحها لك بالصور طبعا. سيرفيس اناتومي اوف ادكتور جروب بالنسبة للكوادريسيبس وبالنسبة للهامسترينج مثلث. سيرفيس اناتومي برضو للادكتور جروب من سايد لاينج هو المثلث ده. سيرفيس اناتومي للادكتور لونجس. سيرفيس اناتومي اوف ادكتور بريفيس. سيرفيس اناتومي اوف ادكتور ماجنس. هي رغم ان اسمها ماجنس بس في عضلات تانية مغطية على معظمها. واخر حاجة جراسيلس العضلة الطويلة دي. جراسيلس معدية برضو واصلة للني جوينت. سبستيتيوشنز ركز معايا. انت قلت لي انا بعمل التست وانا نايم على جنبي سايد لاينج صح؟ لو انا اخليت بالتست بوزيشن فكده ممكن يحصل سبستيتيوشن. بمعنى حاجة من اتنين، يا اما هو نفسه يلف من وضع السايد لاينج ناحية السوباين او برون، او يخلي الرجل اللي انا بعمل لها تيست الهب ده يلف اكسترنال او انترنال روتيشن. خلينا في الهب. لو انا بعمل ادكشن والهب التحتاني بتاعي لفيته في انترنال وبعمل ادكشن، انا كده هساعد بالهب فليكسور ولا الهب اكستنسور؟ وانا نايم سايد لاينج لفيت الهب التحتاني في انترنال روتيشن هساعد او اعوض بالهب فليكسور ولا الاكستنسور؟ انا كده خليت اللاين اوف بول موجه لمين اكتر؟ للفليكسور. نفس القصه لو انا سايد لاينج ولفيت رجلي التحتانيه في اكسترنال وبعمل ادكشن ناحيه السقف كده وجهت اللاين اوف بول ناحيه مين اكتر؟ اكستنسور ولا الفليكسور؟ وضحت؟ هي نفس الكلام. يبقى هو كده في اللقطه دي اللي قدامكم في الصوره كانه بيحاول يلف في السوباين عاوز يهرب من السايد لاينج، ولو حاول يعوض بالاكستنسور كانه هيلف في البرون. عشان ما تحفظهاش طبقها على نفسك ومش هتحفظها خالص. تمام. اخر حركة عندنا في الهيب جوينتس الهيب روتيشن. الانترنال زي الاكسترنال مع فارق العضلة بتعكسها بس مش اكتر. ايه هي برايمري ماسل في اكسترنال روتيشن؟ سبع عضلات. عندنا سبع عضلات برايمري وسبع اكسسوري. اللقطه دي اللي فاتت مبينه اوبتيوريتور. ناس معايا؟ ناس معايا؟ مبينه ايه اوبتيوريتور اكسترنس. اللقطه اللي بعد كده مبينه ست خمس عضلات تانيين بايريفورمس طبعا اكيد سمعتوا عنها يعني مشهوره. والاوبتيوريتور انترنس كوادريتاس فيموريس والجيميلا سوبيريور وانفيرور. عضلات صغيره وعميقه صعب توصلها على فكره. مين السبعه؟ صورتها جبناها قبل كده. جلوتياس ماكسيمس بوستيرو فايبرز اوف جلوتياس ماكسيمس بتعمل مش بتساعد لا ده بتعمل باورفول اكسترنال روتيتور. يبقى هي اكسترنال روتيتور قوي خاصه لو الستارت بوزيشن بتاع الهيب قريب من الاكستنشن يعني اقل من 45 درجه فليكشن. سبحان الله لو انت اساسا بادئ اقل من 45 الجلوتياس ماكسيمس هتبقى اكسترنال روتيشن اكتر. لو انت قريب من ال 90 فليكشن هتشتغل انترنال روتيتور اكتر. ده موضوع كبير. اه لا كبير. العضلات الاكشن بتاعها بيختلف بتاعت الهيب والني على حسب انت كلوزد كاينيتيك تشين ولا اوبن كاينيتيك تشين، على حسب الاذر كومبوننتس اوف موفمنت. انت بتعمل لي فليكشن ويز ادكشن ولا ابدكشن؟ فليكشن من انترنال روتيشن ولا اكسترنال روتيشن؟ الاكشن بيختلف. تمام. يبقى نخلي بالنا من الكلام ده. طبعا الجماعه اللي ممكن يسندونا قوي في الكلام ده مين؟ بتوع البايوميكانكس.
تمام. باي ريفورمز بتشتغل بتعمل اكسترنال روتيشن فروم اكستندد هيب. يبقى كده ركز معايا في ام سي كيو. انا ذكرت كلمه الباي ريفورمز النهارده في حته كانت احد اعضاء العصابه المكونه من 7 افراد. يبقى هي لها كده 2 actions، يا اما تعمل ابدكشن فروم فليكسد هيب او تعمل اكسترنال روتيشن فروم اكستندد هيب. ايه الرخامه دي؟ عشان حضرتك كده ما تتخرج ويجي لك بيشنت عنده باي ريفورمز سيندروم وتدخل على اليوتيوب وتدور على طريقه اعمل بيها ستريتش للباي ريفورمز، ما تخليش اليوتيوب يفسحك. هتلاقي حضرتك فيديوهات فيها طرق مختلفه للستريتش. فانا لما اكون عارف الاكشن بتاعها مظبوط، ما الاكشن بنعرفه من ماسل تيست على فكره، مظبوط تيست ايديال ايديال اكشن. يبقى لما انا اكون عارف الاكشن مظبوط يبقى هقدر اعمل الاستريتش مظبوط. يبقى الباي ريفورمز بتعمل ايه؟ ابدكشن اوف فليكسد هيب او اكسترنال روتيشن اوف اكستندد هيب، بناء عليها فاصله بقى الاستريتش بتاعها زي ما انت عايز. تمام. اكسسوري ماسل سارتوريوس بوبليتيس بوستيريو جلوتيس ميديس، اللونج هيد اوف بايسبس فيمورس اللي هي اللاترال بارت اوف هامسترينج بتساعد في الاكسترنال روتيشن خاصه لو الهيب اكستندد. العضلات الاخيره الادكتور ماجنس ولونجس والسواس ميجور في عليهم خلاف. تمام. يبقى ده بالنسبه للعضلات اللي بتعمل اكسترنال روتيشن. الستارت بوزيشن يهمني برضو تبص للقطه دي كويس عشان لما نيجي نتكلم على السبستيتيوشن اللقطه دي هتنفعنا. يبقى قاعد مظبوط، ساند بايده عشان الترنك ما يحركوش يمين ولا شمال ولا لورا ولا لقدام. قاعد 90-90، يعني 90 فليكشن في الهيب 90 فليكشن في الني. والله لو الايدج بتاعت البلينث او التيبل شارب شويه ممكن تجيب تاول وتلفها وتحطها تحت الثاي بحيث يبقى كومفورتابل وهوريزونتال. تمام. طيب حد يفكرني كده بدون احراج، يعني ده اكسترنال ولا انترنال؟ اكسترنال. طب ده انترنال. تمام. يبقى دلوقتي هو عاوز يعمل اكسترنال، هدي الريزيستنس اباف الميديال ماليولس ولا اباف اللاترال ماليولس؟ هو مين الماليولس ده اساسا؟ خدته الماليولس الحمد لله. يبقى هديها اباف الميديال ماليولس. ليه؟ لان انت عاوز تعاكس الاكسترنال. طب ايديا الفوقانيه دي ما هو زي الشولدر روتيشن ماسل تيست، تعمل كوانتر بريشر على النية في عكس الدايركشن، هي تعتبر نوع من الاستابلايزيشن. معنى ذلك ان الريزيستنس الاساسيه في حاله الروتيشن الايد الديستال ولا البروكسيمال؟ ديستال. تمام. والله التست بوزيشن اللي هي النقطه اللي انا هدي فيها الريزيستنس في خلاف في الكتب عليها، اديها في الميد بوزيشن ولا اديها زي الصوره اللي عندك في الكتاب في الاند بوزيشن؟ والله في اختلاف في المراجع وما لقيتش انا سبب مقنع للميد بوزيشن، بس حبيت اوريك ان في خلاف للنقط دي. المهم انت لازم تكون عارف اتجاه الحركه صح عشان تديها ريزيستنس صح. جريد 3 ده طبعا ده الدينامومتر. جريد 3 الرينج ممكن يوصل ل 45 درجه اكسترنال روتيشن. جريد 2 ركز معايا، 2 هتبقى من سوباين اكستندد هيب. اكستندد هيب الجماعه بتوع بايوميكانكس بيقول لك ده الرينج بتاع الاكسترنال روتيشن اقل في الوضع ده، وبرده الانترنال عشان الليجامنت بتاعت الهيب هتبقى تايت كلوزد، بيقرب من كلوزد باك بوزيشن. بيقول لك خلي بالك وانت نايم على ظهرك، انا هبدا الاكسترنال روتيشن فروم فول انترنال روتيشن انترنال وبحرك رجلي في اكسترنال، وصلت للنص كده اللي هو الميد لاين، الجزء اللي من الرينج ده كان اجينست جرافيتي ولا ويز جرافيتي ولا ويز جرافيتي مينيمايزد؟ اجينست. طب بعد ما عدى 90 بقى ويز، انت كده دخلت في ممنوع. ممنوع في الماسل تيست تسمح لاي شيء يساعد البيشنت سواء جرافيتي او عضله ثانيه او حضرتك، ممنوع المساعده في الماسل تيست. انا عاوز اقيمها اشوف قدرتها الحقيقيه، يبقى ممنوع المساعده. انا عاوز اقيمك يبقى ممنوع ايه؟ الغش. صح؟ هي نفس القصه، ما ينفعش العضله ايه؟ ما ينفعش العضله ايه؟ تغش. وضحت؟ يبقى حتى الجرافيتي ما ينفعش تغششها.
تمام؟ طيب ايه حلها دي يا دكتور؟ يبقى انا بعد التسعين هبقى ويز جرافيتي، يعني جرافيتي بتساعد. تخلي بالك انت لو مش فاهم كويس او مش مركز، هتشوف قدام عينيك اكسترنال تقول له ده انت زي الفل مع السلامه. لا، ده الجرافيتي اشتغلت، وممكن تكون العضله اساسا ما اشتغلتش. عيب قوي على اخصائي علاج طبيعي ما يعرفش يقرر اذا كان العضله اشتغلت او ما اشتغلتش. تمام؟ يبقى انا دوري دلوقتي اكنسل المساعده دي. انا عاوز، انت بتدور على جريد 2، انا عاوز اوصل للجرافيتي مينيمايز. طب هو كان ويز جرافيتي، يبقى انت كنسل المساعده بس بتاعه الجرافيتي. يبقى اديله سلايت ريزيستنس بعد ما يعدي 90 تعادل مساعده الجرافيتي. يبقى انت كده رفعته من الويز جرافيتي اللي بقى ويز جرافيتي مينيمايز. يبقى انت كده كنسلت المساعده بتاعه الجرافيتي. اهي اكتبها باللفظ ده مش هتنساها، انت كده كنسلت المساعده بتاعه الجرافيتي عشان تقدر تشوف جريد 2. محدش يستهين بالكلام ده، بيقول ده كلام فاضي ومحدش هيعمله. انت ممكن تروح لمريض قاعد في الفراش بيدريدن، ما وضعه ما يسمحش غير سوباين، كل التمارين تعملها من السوباين، وانت عاوز تشغل اكسترنال روتيشن، فلازم هتضطر تدي سلايت ريزيستنس وهو لسه في جريد 2، ما انت بتحولها لاكسرسايز. تمام؟ الكلام ده هترجمه لاكسرسايز بعد كده. تمام؟ يبقى ده الاكسبشن الوحيد اللي في الماسل تيست في المنهج كله، جريد 2 بدي فيها سلايت ريزيستنس. ما تستغربش قوي، ده في اكسبشن جاي المحاضره الجايه ان شاء الله. اكسبشن ده اكسبشن على كل الاكسبشنز اللي في كل الماسل تيست. هتلاقي جريد 2 بتدي فيها ماكسيمم ريزيستنس، مش سلايت ريزيستنس الكاف ماسل. هنشوفها ان شاء الله المره الجايه خفيفه. في جريد 2 بعد ما يعدي ال 90، يعني هو بادئ من انترنال، بعد ما يوصل لل 90 ويبدا ينزل ادي سلايت ريزيستنس. يبقى ده اكسبشن وحيد سلايت ريزيستنس جريد 2. الكاف ماسل هتشوف اكسبشن المره الجايه ان شاء الله. ماشي. لا، انت هنا هتدي ريزيستنس من اول التسعين لغايه الاخر، انت مش هتدي بريك، انت بتدي عشان تكنسل المساعده. لا طبعا مش هتدي بريك، انت كده بتكنسل المساعده. سؤال رائع. طبعا انت عاوز تكنسل المساعده من اول التسعين لغايه الاخر، يبقى انا من اول الرينج بتاع التسعين لغايه ما يكمل نهايه الاكسترنال روتيشن انت بتكنسلها. رائع. اسمك ايه؟ عبد الرحمن. ايه؟ عبد الرحمن علي. ايه؟ لا هدور عليه احسن. 5191 359. تمام كده. احيانا في اسئله كده، او اول واحد يسال السؤال ده، من انت هتدي الريزيستنس في الاخر بس ولا من اولها لاخرها؟ هو في ناس ممكن يكونوا فاهمينها اوريدي، بس الناس هتتبادر. ما انت بتقول لي بريك تيست دي في الاخر بس. لا، ده طبعا انت مش بتطبق جريد 4 و5، انت عاوز تكنسل الجرافيتي. طيب البالبيشن، اكسترنال روتيتورز كلها عضلات صغيره وعميقه، مش هتقدر توصل لها بالبيشن خاصه في وضع السوباين. اللي ممكن توصل لها طبعا هي مين؟ الجلوتياس ماكسيمس. لكن باي ريفورمس رغم ان تقدر تعملها بالبيشن بس مش من سوباين، مش هتعرف توصل لها من الوضع ده. طيب لو انا شاكك، ما انت قلت لي جريد 1 و0، لو حصل كونتراكشن في عضله واحده من السبعه ممكن اديله جريد 1. طب افرض العضله دي عميقه انا ما حسيتهاش، اديله 1 ولا 0؟ 0. يبقى انت في الماسل تيست بتبني على الاقل. لو انت شاكك ادي 1 ولا 0 يبقى ادي 0، لو انا شاكك ادي 2 ولا 3 يبقى ادي 2. يبقى بتدي ايه؟ الاقل، بس تكون عامل التيست صح. ده السيرفيس اناتومي اوف باي ريفورمز. طبعا مش هتعرف توصل لها من وضع السوباين، بس حبيت اوريها لك عشان بس العضله دي مشهوره جدا. كوادريتاس فيمرس عميقه برضو. كان في كوادريتاس في الابر لم، في كوادريتاس في اللور، في كوادريتاس، في كوادريتاس في الترانك، في كوادريتاس لامبورم قايلها من شويه، في كوادريتاس برونيتور كوادريتاس، صح؟ برونيتور كوادريتاس، وفي كوادريتاس فيمرس. بص لسه قايل امبارح لجروب
جروب دي انت اخصائي علاج طبيعي. سؤال محرج، يعني ايه علاج طبيعي؟ يعني ايه علاج طبيعي؟ definition of physical therapy ده معناه علاج اي مشكله تختص بالحركه، بالحركه في جسم الانسان. يبقى physical جاي من الفيزياء اللي هي حركه، حتى بيترجموه في لبنان وسوريا العلاج الفيزيائي. يبقى انت تختص بعلاج اي مشكله تخص ايه؟ الحركه. طب مين اللي بيحرك في جسم الانسان؟ العضلات. يبقى عيب قوي يبقى في عضله في جسمك وتبقى مش عارف اسمها حتى. انت لازم تكون عارف كل اسماء العضلات اللي بتحرك في جسمك. ده في ناس بتدرس عضلات اللي بتتحكم في الكلام والبلع. هتحتاجها، الكلام والبلع في السبيتش. شوف وصلت لايه. يبقى كل عضلات جسمك تعرفها. من الاخر كده تسمي نفسك مستر ماسل. عيب اخصائي علاج طبيعي ما ينفعش يبقى في عضله مش عارف بسمعش عنها. اي عضله بتعمل اي حركه لازم تبقى عارف عشان ما تنساش. بس ده ردا على الجماعه اللي بيطعنوا في مقرر المسل تيست. بالنسبه للسبستيتيوشن، شوف الحلاوه كده. لو انت الصوره دي ثبتت في دماغك عمرك ما هتنسى السبستيتيوشن. واحد عاوز يتحايل عليا ويعمل اكسترنال روتيشن، هيرفع البلفس نفس الناحيه ولا الناحيه الثانيه؟ الناحيه الثانيه. هيميل ظهره نفس الناحيه ولا الناحيه الثانيه؟ نفس الناحيه. هيعمل ابدكشن وفليكشن في الهيب ات ذا سيم تيستد ليج، والني هيزود الفليكشن كمان. اعكس الكلام ده تيبيكال في الانترنال روتيشن وهوريك اللقطه. طبعا الصوره عندك، نازل لك الباوربوينت، نزل بي دي اف على كل التيمز امبارح. الروتيشن اعكس كل البروسيجر قلناها. ما اعرف بس اسماء العضلات في الانترنال روتيشن. على فكره انترنال روتيشن هو الميديال روتيشن، لاترال روتيشن هو الاكسترنال روتيشن. في ناس مش عارفين دي. البرايم موفرز في الانترنال روتيشن هم جلوتياس ميدياس انتيرو فايبرز والتي اف ال، والجلوتياس مينيماس هي اهم واحده فيهم طبعا. اكسسوري ميديال هامسترنج الياكس. سبحان الله، مش كان اسمهم اليوسوس؟ لا، الياكس بتساعد في الانترنال والسوس بتساعد في الاكسترنال. شفت انتيرو فايبرز اوف جلوتياس ماكسيمس، خاصه لو قريب من 90 درجه فليكشن. الدكتور ماجنس ولونجاس على حسب وضع الهيب والبريفيس وبكتينياس فيهم خلاف. لما اكتب لك كويتشر مارك كده على فكره ما تستغربش ايه الدكتور ايه الكويتشر مارك اللي في الكتاب دي. اعرف ان الابحاث اللي بتدور على الاكشن بتاع العضله بالاي ام جي في عليها خلاف. وانا من الامانه العلميه لازم اذكر لك ان في خلاف في الاكشن. ما انا قلت لك المراجع ذات نفسها بتختلف احيانا في الاكشن بتاع العضله. طبعا بتعكس عكس اتجاه الحركه وعكس الريزيستنس. جريد 3 الرينج ممكن يوصل ل 50 درجه. جريد 2 نفس الكلام اللي قلناه في جريد 2 اكسترنال، طبقه انترنال. هتدي سلايت ريزيستنس بعد ال 90. جلوتياس مينيمس سيرفيس اناتومي سبستيتيوشن. شوف اللقطه، يبقى حضرتك هترفع البلفيس نفس الناحيه ولا الناحيه الثانيه؟ نفس الناحيه. هتميل بظهرك نفس الناحيه ولا الناحيه الثانيه؟ الناحيه الثانيه. هتعمل في الناحيه دي ادكشن واكستنشن وهتزود الني اكستنشن. طيب سؤال بقى نختم بيه المحاضره للي عاوز ياخد 5 درجات. هو انا اساسا لو عاوز احط الهيب روتيشن في وضع جرافيتي مينيمايز ايه هو الوضع؟ مش انت قلت لي وانا نايم سوباين لغايه كده اجينست وبعد كده ويز؟ طب انا بقى لو عاوز احطه في وضع ايديال جرافيتي مينيمايزد انهي وضع؟ كلهم هياخدوا درجات كده خلاص، تفرق دموها بين القبائل. يبقى فعلا وضع الاستاندنج. انا لو عملت روتيشن كده وانا واقف كده، الحركه هوريزونتال فعلا. انت كده بتمسح البلين اللي هو ترانسفيرس بلين، صح؟ هوريزونتال. هل ينفع اعمل ماسل تيست ستاندنج؟ مش هتعرف. يبقى خلي بالك. انت في اوضاع في الماسل تيست
مش بتعرف تحط البيشنت في الوضع الايديال عشان تقدر تثبته كويس وعشان تعرف تدي ريزيستنس كويس. تمام، بشكركم شكرا جزيلا، ونلتقي ان شاء الله محاضرتنا الجايه يوم الاحد ان شاء الله باذن الله الساعه 10.